لو الحكاية فيها إن فيديو كأكاديمية بنشترك في المعرض جنيف الدولي للابتكار والاختراع، ودي دورة تقريبا 45، يعني ما هيش أول مرة، ولكن يمكن دي أول مرة إحنا نساهم في الأكاديمية بمبلغ يعني يساعد المبتكرين والمخترعين إن هم يتقدموا بفريق مصري علشان يتنافسوا من ضمن المنافسين في من دول العالم اللي حوالي 40 دولة كانت مشتركة في خلال هذا المعرض للابتكار والاختراع. زي ما حضراتكم عارفين إحنا ساهمنا بما يقرب من 300,000 جنيه، ساهمنا في تذاكر الطيران، ساهمنا في الإقامة، ساهمنا في رسوم الاشتراك في المعرض، وده دور هام جدا وإحنا بنطوره، وإن شاء الله السنة الجاية كمان هيبقى اللي حصل السنة دي من حصول المجموعة أو المنتخب المصري للابتكار والاختراع على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية زي ما حضراتكم شفتوا، ده يشجعنا كأكاديمية وكوزارة إن إحنا كمان نحط من الميزانية بتاعتنا مبلغ كبير علشان يدعم أكتر وعدد أكتر، لأن طالما مصر عندها ريادة ونماذج مشرفة زي ما إحنا شفناها من باب أولى إن إحنا يبقى عندنا كمان دعم كامل عن طريق الميزانية بتاعتنا علشان مش بس معرض جنيف.